للحديث عن واقع العمال في العراق وضياع الحقوق في ظل اقتصاد متهالك ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية عمر الحلبوسي. أستاذ عمر حياكم الله. لماذا بعد كل هذه الأعوام لا تزال شرائح العمال مغيبة رغم دورها الضروري لإعادة بناء الاقتصاد العراقي المتهالك، لا سيما نحن نتحدث هنا في القطاع الصناعي؟ ما سبب في ذلك أستاذ عمر؟ اهلا وسهلا بكم. من المعلوم تماما ان الحكومات المتعاقبه منذ عام 2003 والى يومنا هذا عملت جاهده على تغييب دور العمال بشكل ممنهج كبير جدا، وجاء ذلك على حساب تدمير الصناعه العراقيه التي جرى تدميرها في القطاع الزراعي، وذلك من اجل تحويل العراق الى سوق لتصريف البضائع الايرانيه، وهو ما جعل العراق عباره عن بلد مستهلك وليس منتجا. واخر قرار لهذه الحكومه هو تصريح وزير الزراعه هذا اليوم، هو ان يتجه العراق لاستيراد الدجاج من ايران بالوقت الذي جرى فيه تدمير قطاع الدواجن في العراق الذي حقق اكتفاء ذاتيا قبل 3 أعوام واصبح حتى قادرا على التصدير. لكن هذه الحكومات عملت جاهدة على تدمير دور العمال وتغييبهم، على الرغم من أن العمال هم الأساس في نهضة البلدان وبناء الاقتصاد النشط في كل بلدان العالم، لكن الحكومات المتعاقبة والتي جاءت حقيقة بإرادة خارجية عملت على تدمير القطاعات الصناعية العامة والخاصة وتغييب دور العمال من أجل جعل العراق بلدا مستهلكا، وكذلك من اجل ان يكون في العراق صاله مقنعه كبيره. نعم. في القطاع. نعم. العام وفي القطاع الخاص. لو فتحنا نافذه الضمان الاجتماعي، نقابه العمال تحدثت عن وجود 650 الف عامل فقط مدرجين على قوائم الضمان الاجتماعي في البلاد من اصل 15 مليون عامل. لماذا يغيب قانون الضمان الاجتماعي؟ هل تعتقد أن الأمر يتعلق بأزمة الثقة ما بين الطرفين أم ما هو السبب؟ يا سيدي، هناك عدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب هو أن هناك كثير من المؤسسات الخاصة لا تفرض لعمالها ضمانا اجتماعيا، وذلك من أجل التحرر من الضرائب، علما أن القطاع الخاص يشهد تناميا حقيقة لأنشطة الأحزاب والفصائل المسلحة التي هي من تدير هذه القطاعات، لذلك هي تأكل حقوق العمال مثل ما سرقت ونهبت حقوق العراقيين في المؤسسات العامة. يضاف إلى ذلك ضعف التشريعات القانونية من قبل الحكومات منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، وحتى التشريعات التي أقرت هناك انعدام حقيقة لتطبيق هذه التشريعات التي تضمن حقوق العمال. يضاف إلى ذلك هناك عملية استغلال كبيرة من قبل هذه المؤسسات للعمال، تفرض عليهم ساعات عمل إضافية من دون أن يمنحون أجورا لقاء هذه الساعات، كما أن هناك عمال في أيام العطل الجمعة والسبت تفرض عليهم ساعات عمل كاملة كدوام كامل ولا تلقون غير ذلك من الأجور. كل هذه الأسباب حقيقة جاءت بسبب الإهمال المتعمد من قبل الحكومة، رغم تعالي أصوات العمال وكثير من المنظمات المطالبة بإنصاف العمال وإحقاق الحقوق، لكنها لم تلقى آذانا من قبل هذه الحكومة. أستاذ عمر، من الملاحظ وبشكل واضح وصريح أن الحكومة لا تدعم القطاع الخاص لكي تتخلص من فائض العمالة القائم في خاصة في القطاع العام. ما الذي ينقص في هذا الاتجاه أستاذ عمر؟ الحقيقة لا توجد إرادة حكومية حقيقية للنهوض بالقطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص في كل الدول المتقدمة هو الأساس لكونه أكثر مرونة من القطاع العام، وكون العصب الأساسي للاقتصادات يبدأ من القطاع الخاص، لكن الحكومة في المنصبة على العراق لم تأخذ هذا القطاع حيز الاهتمام اطلاقا، بل هناك تهميش كبير جدا له. بالاضافه الى ذلك هناك ايضا كثير من العراقيل التي تفرض بوجه هذا القطاع حتى اصبح حكرا على فئه معينه من هؤلاء الاشخاص، وجاء ذلك بسبب تعالي ونمو
الاقتصاد الأسود الذي تقوده الأحزاب والفصائل المسلحة. هذا الاقتصاد الذي نشأ منذ عام 2003 ترعاه بعض الدول وتمثله في العراق أحزاب وفصائل مسلحة، جاء على تدمير الاقتصاد العراقي سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص. لذلك الحكومة تتعمد عدم الدعم وتوفير كافة السبل للقطاع الخاص، بل أنها تضع العراقيل الكبيرة بوجه هذا القطاع من أجل أن لا ينهض، وذلك من أجل أن يبقى العراق ساحة أو سوقا لتصرف الوظائع الإيرانية والدول الأخرى. الكون هذا التدمير الممنهج جاء بقرار خارجي إطلاقي، يوجد إرادة عراقية يوجد إرادة حكومية حقيقية من أجل النهوض، لا في القطاع العام ولا في القطاع. ولكن أستاذ عمر، يعني عادة أن الاقتصاد المفتوح ينهض بواقع البلاد الاقتصادي، نحن نتحدث ليس فقط في العراق ولكن في بلدان العالم المختلفة، أن الاقتصاد المفتوح هو الذي ينهض بواقع البلاد الاقتصادي، خصوصا شريحة العمال التي من المفترض أنها الركيزة الأساسية في أن تنهض أو ينهض الاقتصاد. نحن نتحدث هنا عن العراق، لماذا فشل الاقتصاد المفتوح في النهوض بالواقع الاقتصادي للعراق؟ ما الذي يمنع ذلك ومن هو المسؤول عن ذلك؟ يا سيدي، منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا إذا أردنا أن نشخص واقع الاقتصاد في العراق فهو في الحقيقة اقتصاد مشوه، لا توجد له معالم حقيقية، إذ أنه جرى تدميره بشكل كامل، وأن وهناك غياب حقيقي للرؤية الاقتصادية من قبل الحكومات المتعاقبة. كل ذلك تؤدى إلى حدوث تراكمات تدميرية انعكست بالسلب على القطاع الاقتصادي الآخر بالتدهور بشكل كبير، على الرغم من أن هناك كثير من الفرص التي كانت سانحة من أجل النهوض والارتقاء بالاقتصاد العراقي. ومن هذه الفرص هو وجود طاقات بشرية عراقية متميزة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي ولم تستثمر، بل أنه جرى تدميرها وتذييبها. بالإضافة إلى ذلك وجود الموارد النفطية الكبيرة التي كان بالإمكان استخدامها بتطوير قطاعات صناعية وقطاعات زراعية، ولكن هذه الحكومة استهلكت واستنزفت هذه الأموال بمشاريع أخرى كانت فاسدة ولم تنهض بالقطاعات الصناعية. لذلك الشكل الاقتصاد في العراق حقيقة هو اقتصاد مشوه، لذلك لا توجد فيه معالم النهضة ولا توجد فيه أي بوادر لتحقيق نجاح، بل على العكس أنا سبق وأن توقعت أن عام 2025 سيكون عام انهيار اقتصادي كبير بسبب الأخطاء المتعمدة والمتراكمة منذ عام 2003 والتي تؤدي حقيقة إلى انفكاكة مالية واقتصادية. عام 2025 ما لم تكن هنا معالجة حقيقية للمسببات التي تأخذنا إلى ذلك المنحدر القطري. مقارنة، لو أجرينا مقارنة بين مصر والعراق على سبيل المثال، في جمهورية مصر العربية هناك منح قروض لمشاريع صغيرة، ولكن هذه الخاصية غائبة في العراق، لماذا أستاذ عمر؟ سيدي الفاضل، حقيقة هناك الحكومة تقر ما بين الفترة والأخرى منحا أو مبادرات تسمى بمبادرات البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن هذه المبادرات كلما أقرت هناك جهة متنفذة في البنك المركزي ومتنفذة في الحكومة تقوم بتأسيس مؤسسة مفصلة على شكل هذه المبادرات وتقوم بسحب هذه القروض واستخدامها بعمليات غسيل الأموال وإخراج الأموال إلى خارج العراق فضلاً عن مشاريع ورقية لا توجد على أرض الواقع. يا سيدي، أنا عملت في القطاع المصرفي العراقي وكانت هناك كثير من المشاريع التي تقدم من قبل الشباب العراقي بدراسات جدوى اقتصادية حقيقية قادرة على أن تحل كثير من المشكلات التي يعاني منها العراق وتوفير الخدمات والمنتجات بالشكل الأمثل، لكنه لا تمنح لهم القروض إطلاقاً، بل أن هذه القروض تجير إلى فئات سلبية، إلى فئات تابعة لفصائل مسلحة تستغلها بتنمية أنشطتها وتنمية أعمالها تحت مسمى القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولو جئنا على أرض الواقع لرأيناها لا توجد إطلاقاً،
لو يا سيدي الفاضل، هناك المبادره الزراعيه، وهناك المبادره لتنميه المشاريع الصغيره المتوسطه، وهناك مبادره لتنميه المشاريع الصناعيه، وكذلك مبادره التنجيد. اين هذه المبادرات التي تحدثت عنها الحكومات ورصدت اليها المليارات؟ كلها ذهبت الى جيوب الفاسدين، لذلك لا يوجد لها اي اثر ملموس على ارض الواقع، لان الحكومه تقر المبادره. نعم. واحيانا استاذ عمر، تذهب الى المواقع. هناك عمالة أجنبية تعمل في المشاريع النفطية، بينما لا يوجد توطين للعمالة المحلية من أجل يعني العمل في المشاريع النفطية، خاصة أن أجرة العامل العراقي أرخص من أجرة العامل الأجنبي. لماذا لا يجري توطين العمالة المحلية في، خاصة نحن نتحدث هنا في المشاريع النفطية، ما الخلل في ذلك؟ الخلل في ذلك يعود يا سيدي الى الحكومه التي منحت جولات التراخيص الى شركات الاحتكاريه الاجنبيه. هذه الشركات فرضت على الحكومه ان تجلب هي العماله من بلدانها من اجل العمل في القطاع النفطي العراقي، في الوقت الذي يوجد لدينا الكثير من الخريجين المختصين في مجالات الصناعه النفطيه، لكنهم هم مشوا، ولذلك نراهم يتظاهرون بين البينه والاخرى مطالبين بتوفير فرص العمل لهم على الرغم من امتلاكهم القدرات والكفاءات والمهاره لاجل العمل في هذا القطاع، لكنه الحكومه لم تقم بدورها الحقيقي لتوفير فرص العمل لهم، بل انها اعطت حقيقه جولات التراخيص لهذه الشركات باجحاف حقوق العراق. نعم استاذ عمر. العائد في المشاريع، وكذلك فضلت العماله الاجنبيه على العماله العراقيه. الباحث في الشؤون الاقتصاديه عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا لكم.